قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة من شأنه أن يحسن كثيراً من حياة الملايين المواطنين في الريف المصري، وأشارت إلى أن منظمة الأمم المتحدة تعتبر حياة كريمة أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق، لأنه يتضمن مشروعات تتعلق بتحسين البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية والتوظيف والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة. إشادة دولية جديدة بما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع في المحافظات المصرية. الإشادة جاءت هذه المرة من الأمم المتحدة، أكبر منظمة عالمية، والتي اعتبرت أن تنفيذ حياة كريمة من شأنه أن يحسن كثيراً حياة ملايين المواطنين في الريف المصري. وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا إن المنظمة تعتبر حياة كريمة أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق، لأنه يتضمن مشروعات تتعلق بتحسين البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية والتوظيف والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة. كما أشادت بالتزام الحكومة المصرية بتوفير التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول عام 2030، وأيضاً التزام مصر بتطوير المناهج التعليمية وخفض كثافة الفصول المدرسية، وكذلك جهودها في مجال تمكين المرأة وزيادة نسبة المرأة في سوق العمل. جهود مصر فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص كان محط إشادة هو الآخر من قبل منسقة الأمم المتحدة، والتي أثنت على التزام الدولة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني ليصل إلى 70% من إجمالي حجم الاقتصاد بحلول عام 2030. وأشارت إلى التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بمشاورات وطنية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي، مشيرة إلى أن مصر صاغت التزامات وطنية في هذا الشأن للاستثمار في رأس المال البشري خاصة للتعليم والصحة، والالتزام بما ينص عليه الدستور من تخصيص 10% من الموازنة للصحة والتعليم والبحث العلمي.